مرنم الكلمات اللي فاتت كان بيسأل إيه عمر يسوى؟ يا ترى لو حبيت ترسم أو تتخيل ملامح لحياتك بعد 10 سنين مثلا من النهاردة، يمكن تتمنى الغنى، تكون مليونير، أو تبقى رياضي ناجح تحترف في واحدة من البلاد الأوروبية مثلا، أو تبقى نجم مشهور ممثل أو مغني. بالأخص النهاردة في عالمنا يوميا بنسمع عن أسماء جديدة، نجوم فجأة بيطلعوا، لكن من الناحية التانية تلاقي نجوم وفنانين وأسماء لمعت لتاريخ سنين في سماء الشهرة وفجأة يختفوا أو تنتهي حياتهم نهاية درامية ونتعجب إزاي وليه. كنت قريب في ممفيس تنسي، البلد اللي منها إلفيس بريسلي، أشهر مغني لموسيقى الروك أند رول في العالم. يمكن سمعتوا عنه أو ربما سمعتوه، بيسموه هناك The King of Rock and Roll. الشاب ده اتولد في عيلة متدينة وعلموه أبوه أمه من صغره أنه يروح الكنيسة، واشترك في فريق ترنيم كان صوته كويس. مش بس كده، لكن حتى في شبابه كان رياضي جدا، كان شاطر كاراتيه، أخد في سن 20 سنة الحزام الأسود. ولأنه كان بيحب الموسيقى وكان صوته جميل ابتدى يغني وابتدى يتعرف، وبسرعة زاع صيته بشهرة سريعة جدا. كانت حفلاته يحضرها 10,000 من الشباب، وابتدى يمثل في بطولات أفلام، وصل أنه مثل بطولة 33 فيلم، سجل 148 ألبوم غنائي أغلبهم أخذ الجولد ريكورد والبلاتينيوم. أكتر مغني أخذ المالتي بلاتينيوم ألبوم على الإطلاق. اتباعت من ألبوماته المسجلة لغاية النهاردة 1 بليون، مش مليون شريط، أكتر من أي مغني في العالم، حتى أشهر الفرق البيتلز مثلا. في واحد من البرامج التلفزيونية اللي كانوا فيها إلفيس هو ضيف البرنامج، كانت بتذاع على الساتلايت في 40 دولة في نفس الوقت. عدد اللي شافوه في نفس الوقت حوالي 1.5 بليون مشاهد. الغريب أنه مات سن 41 سنة، ورصيد حسابه في البنك بيقولوا أنه 70 مليون دولار. بيته روحته كان أكتر بيت مشهور في العالم بعد البيت الأبيض، بيزور بيته سنويا 600,000 سايح من كل دول العالم تقريبا. غريب أنه في ذكرى وفاته في كل سنة يجتمع من كل العالم ما يقلش عن 200,000 من كل الجنسيات حوالين بيته، ماسكين شموع واقفين طول الليل بيغنوا أغاني. النجم إلفيس بريسلي اللي ملوش نظير لغاية النهاردة، في يوم دخل بيته الساعة 5 الفجر بعد سهرة مع أعز أصدقائه ومدير أعماله، بعد ما قضى حفل غنائي ناجح. بعدها ب6 ساعات الساعة 11 الصبح لقيه في أوضة نومه ميت، وجنبه الدايري اللي بيكتب فيها يومياته، كاتب فيها الكلمات دي بالنص، أنا مترجمها: أنا إلفيس بريسلي بحط نهاية لحياتي بنفسي، لأني ما دقتش طعم للحياة ولا السعادة، برغم ملايين المعجبين وألاف الأصدقاء من حواليا، لكني وحيد جدا وما أقدرش أعيش باقي أيامي. cannot live further. وأخذ جرعة زيادة جدا من المخدرات وأنهى حياته. الراجل ده اللي يروح بيته ويزور بيته يلاقي عنده أفخم العربيات من أعظم الماركات اللي كانت بتتعمل له مخصوص ليه هو، عنده مطار في بيته وبدل الطيارة 3 طيارات، حفر وكتب اسمه بالنور في التاريخ، كتب عنه One of the 10 outstanding young men of the nation، واحد من أعظم 10 شباب مشهورين في العالم. لكنه أنهى حياته بنفسه في عز مجده بطريقة أسيفة جدا. ليه؟ الحقيقة لأنه ما قدرش العالم بكل ما فيه من عطاياه أن يديله سبب ومعنى وقيمة لحياته. قال المسيح: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عزيزي، الكلمات اللي جاية بتقارن بين عطايا العالم الوقتية بعطايا تانية أبدية. وانت بتسمع الكلمات دي أدعوك انك تفكر، يا ترى أنه نوع من العطايا بتدور عليه وبتجري وراه؟ هل عطايا العالم الوقتية ولا عطايا إلهك الأبدية؟
العالم عطايا ودية بملاءه الدنيا بيهلك تتعب في هياكل تانية أصنام الأرض في قلبك العالم عطايا ودية بملاءه الدنيا بيهلك تتعب في هياكل تانية أصنام الأرض في قلبك ويشدك ويعيش نفسك في عذاب ويجرك تجري وتتسابق لسراب ويلفك داخل دوامة أتعاب ويردك فاضي ومنعكش إلا تراب الصلب وكل هوان هات قلبك هات عمرك في إيدين أمان العالم عطايا ودية بملاهي الدنيا بيهدك تتعب في هياكل تانية أصنام الأرض في قلبك هات عمرك في إيدي بأمان